طب ناخذها مع من عند الحجي. من عند مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد من ريف عرت النعمان الشرقي، مقيم في بلدة زردنة، نازح في مخيم الرحمي. بالنسبة للدواء عندي والله أولادنا اثنين يعني معهم اختلاج ومعهم هيك، وباخذ لهم دواء فيلبرون عيار 200. فيلبرون عيار 200 هلق صلي شي سنة ونص متابع عليه، يعني جرعة الدواء أقل شيء أنا راح تابع عليها سنتين، يبقى يا بيقوي جرعة يا بيخفوا جرعة يعني. وبالنسبة للدواء بس اللي ما أعطيتهم إياه بدي يختلجه، وأنا بشكل يومي يعني بشكل يومي بدي أعطيهم الدواء، ما بصير أقطع فيه ولا نهار ولا نهار بتاتا خالص يعني. وبالنسبة لبعض أرباب الهواء عم نسمع إنه بدي يسكر، وهذا يعني بس اللي سكر بدي يصير يقطع الدواء علينا، وبس انقطع الدواء علينا هذا الأطفال أبرياء، إيش ذنبهم إيش جنايتهم لهالشيء هذا ليقوم ينقطع عنهم الدواء لا سمح الله ويختلجوا وينقطع مستقبلهم. نحن هذا الشيء ما بنريده وما بإذن الله ما بيصير يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نازحين من ريف معرة النعمان قرية معرشورين، صرنا تقريبا ساكنين في هذا المخيم، مخيم الرحمي لأهل معرشورين تقريبا من لما هجرنا النظام وطلعنا تقريبا شغلة سنة وسبعة ثمانية شهور عم نعيش هالمعاناة، وبتعرف وضع المعاناة مخيم وجو أجواء حارة وبالشتاء أمطار ووضع صعب يعني فعلا وضع مأساوي جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. وهلق عم تجينا اخبار انه روسيا بدها تستعمل حقد نقض بالفيتو بمعبر باب الهواء، وهذا الشيء مرفوض من قبل الروسيا اللي هجرتنا وقتلتنا، عم نعاني من وراها القتل والتدمير والتشريد، هجرتنا وشردت اطفالنا، وعم نسمع هلق بدها عم تسعى انه بدها تسكر معبر باب الهواء. هذا الشيء يعني صعب علينا لسه فوق معاناتنا في هالمخيمات بهالحر وبهالموجات الحر وبموجات هالبرد وهالامطار الكثيفه. وجه رساله للمجتمع العربي، للمجتمع الاسلامي، للمجتمع الدولي بشكل عام، انه يعني معبر باب الهواء الشريان الوحيد لانه نحن عايشين من وراه، عايشين من خيرال المعبر، يعني عم بتدخل علينا مساعدات، عم بتدخل علينا مواد غذائيه، عم بتدخل علينا يعني بيقطعوا لنا اياه، بنموت بفرد موتي، ما بيتم مجال للحياه بطول. يعني بنتوجه برساله قويه جدا جدا للمجتمع الدولي، للمجتمع الانساني، للدنيا كلها، انه هالمعبر لازم ما يتوقف، بدها تموت ملايين الملايين الناس اللي تهجرت من هون.